لايك بتاعك واي في زي ما ازاي نفس القصه لما الواحد طالع هنا قلت الواي بكام همسك الصفر لو قلت الواي بي احطه مكان مين الواحد طالع لما الواحد طالع جت هنا قلت الواي بكام بص همسك النص لو قلت الواي بي احطه مكان الواحد طالع لما الواحد طالع جت هنا قلت الواي بكام واحد همسك الواحد لو قلت الواي بي احطه مكان الواحد طالع الكلام ده اللي احنا عايزين نعمله اللي احنا قلناه المره اللي فاتت احنا شرحنا كل مره نعمل حلقه التحميل دي احناش عندنا فضل وفراغ عشان نعملها فقلنا ممكن نرسم الانفلونس لاين بتاعت الاكشنز دول في منتهى البساطه ازاي؟ حد فاكر؟ قلنا يا باشمهندسين ننسى خالص الكلام ده هو مكتوب هنا ده حلقه التحميل ممكن نجيبها على طول بالنظر كده يعني احنا اتفقنا ان الخيال قلناها من شويه لما الواحد طالب بيبقى فوق السبورت بيبقى الاكشن تحتيه بكام؟ والدنيا بقت كلها بكام؟ بصفاته تعال نرسم واي ايه تعال نرسمه ازاي؟ هنحط الواحد طالب مره هنا يطلع الواي بكام؟ امسك الواحد احطه مكان الواحد طالب حلو قوي لما الواحد طالب هنا يبقى ده بكام؟ زيرو امسك الصفر احطه مكان الواحد طالب يا عم هو خلصنا ماشي الكلام كده؟ طب الواي دي ها؟ الواي دي احسن لما الواحد طالنا هنا قلت الواي دي بكام؟ واحد لما الواحد طالنا هنا قلت الواي دي بكام؟ صفر امسك الصفر احطه مكان الواحد هل في مشكلة في الكلام ده هو؟ ده الكلام ده قلناه المرة اللي فاتت وحفظناه وكان سهل جدا 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 طيب قلنا ايه المرة اللي فاتت كمان؟ قلنا والله عايز اقسم لأي سيكشن على الكاميرا وليكن مثلا سيكشن زي سيكشن N هنا في نص الكاميرا يعني لو الكاميرا دي 4 و 4 وده سيكشن N سيكشن N ده قطاع في نص الكاميرا عايز أشوف تغير الشير نتيجة حركة اللود الواحد طن ده طيب حركة الشير نتيجة حركة اللود اللي هو الواحد طن طب عملناها ازاي المرة اللي فاتت؟ قلنا احنا في عندنا مشكلة رئيسية بقى نركز مع بعض جدا بالذات الناس اللي مش حاضرة. أنا لو بحسب الشير عند قطاع إن ده الكلام بتاع الترم الأولاني العادي خالص كنت يا إما بحسب من اليمين يا إما بحسب من فين يا باشمهندسين؟ من الشمال. طيب في مشكلة، إيه المشكلة؟ إنك أنت عندك الترم الأولاني كانت الأحمال مالها يا باشمهندسين؟ ثابتة على المسألة ما كانش في أي حركة للود، اللود ما كانش بيتحرك معايا. إنما المشكلة الترم ده هو إن اللود ماله؟ بيغير مكانه يعني حبة حبة الواحد طالع في الجزئية دي ماشية هنا وحبة تانية هتبقى ماشية فين؟ هنا. طيب تعالى نشوف أول كيس، أول كيس اللود الواحد طالع ماشي من هنا لغاية هنا. أوكي؟ طيب الواحد طالع ده هو يا باشمهندسين وهو ماشي لازم ناخده معانا في الحسابات. طيب طول ما هو ماشي من هنا لغايه هنا انا دايما عندي تو اوبشنز احسب يا اما من اليمين يا اما من الشمال. اوكي؟ زي الترم الاولاني كنا بنعرف تحسب المورمنت والشير والمومنت يا من اليمين يا من الكاميرا يا من شمال. اوكي؟ طيب لو انا احسب الشمال والواحد طالع داخل معايا يبقى الشير كام؟ واي اي ماينس كام؟ في حاجه ثانيه؟ طيب ولو احسب اليمين الشير كام؟ ماينس واي بي صح ولا لا؟ ده لما الواحد طالب يكون هنا اوكي؟ الشير مش هتفرق كتير بس المشكله في مين؟ لما اجي اشتغل في المومنت المومنت هيبقى ابن لذينه ليه ابن لذينه؟ لان لو الواحد طالب ماشي من هنا وانا عايز احسب المومنت الواحد طالب اتغير ايه؟ مكانها وبالتالي يا باشمهندسين قيمه دراع العزم مالها؟ متغيره فهنتفق بقى هي مهمة جدا 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 ايه هي؟ انا دايما هحسب من اي ناحية؟ الناحية اللي ما فيهاش الواحد طن، يعني ايه؟ يعني هقول لما الواحد طن ماشية من A ل N هحسبها من فين؟ من الناحية التانية اللي من N لغاية B. ولما الواحد طن ماشية من N ل B هحسبها من أي ناحية؟ من الناحية الأولانية الحسابات بتاعتي، ليه؟ عشان ما دخلش معايا مين يا باشمهندسين؟ الواحد طن في الحسابات. طيب ما حدش فاهم اي حاجه نقول مره ثانيه تعالى نعملها كده. يعني اقول لما الواحد طن
من ايه ال الواحد تعالى كده عشان نفهم الواحد طن ماشي من ايه ال ام اهو الشيل بكام من الناحيه دي واي بي في ماينس دي ماينس بحسب ال ايه يبقى اللي طالع هو ايه السالب الشيل عند ال يساوي ماينس واي بي. طيب والواحد طن ماشي من ال للبي الواحد طن ماشي من ال للبي هحسب انا الشيل من فين؟ من الشمال، من الشمال بكام الشيل؟ واي اي زائد واي اي، الشيل بيساوي واي اي، حلو؟ شايفين المعادلتين دول؟ اللي هما دول يعني، اوكي؟ تعالى بقى نرسمهم في منتهى التفاهم والسهوله اللي في الكتاب. ها نرسمهم ازاي؟ اهو ادي سيكشن ام، المسافه دي اللي هي 4 ودي 4. الفلوس تايم الشير عند ال. طيب تعالى بقى نكتب المعادلتين كل اللي هنعمله المعادلتين دول هننقلهم من هنا نحطهم على الرسم ازاي؟ الواحد طن ماشي من ايه ال الواحد طن ماشي من ايه من هنا لهنا الحته اللي هي الشير بيساوي كام؟ الشير بيساوي ماينس واي بي. طب ليه احطها هنا ماينس واي بي؟ احنا قلنا بنرسم الدايجرام فين؟ مكان الواحد طن، الواحد طن من ال A لل M الشيل بيساوي كام؟ ماينس واي بي، هاجي في الحته دي احط الدايجرام بتاع واي بي بس الاشاره ايه يا باشمهندسين؟ سالبه، طب اعمل الكلام ده ازاي؟ في الحته دي ادي الدايجرام بتاع الواي بي، كام القيمه دي؟ نص نص يبقى حط بس الدايجرام بتاع واي بي رافع في الاشاره دي يا باشمهندسين سالب يعني فرقان تحت الانفلوساين بتاعتي على طول البوست فوق والنيجاتيف تحت اوتوماتيك. ده ديتا البوست فوق والنيجاتيف تحت. شوف يا علي ده ماينس واي بي. طب المعادله اللي بعديها الواحد طالع ماشي من ان لبي الشيل بيساوي كام؟ واي اي. يعني طول ما الواحد طالع هنا الشيل بيساوي كام؟ واي اي. ماشي الكلام كده؟ بس المكان الواحد طالع هنا واي اي. طب اعمل ايه؟ هاجي في الدايجرام بتاع واي اي في الحته دي امسك احطه زي ما هو. كام القيمه دي؟ نص امسك الدايجرام ده احطه زي ما هو. ايه اللي احنا بنعمله ده؟ الانفلونس لاينز بتاع الشير عند ايه؟ ايه معنى الدايجرام ده؟ ما حدش يعني ايه معناه؟ معناه ما معنى ان القيمه دي بتساوي ربع؟ دي قيمه مين؟ الشير عند ايه؟ ما اي حاجه على الدايجرام ده الشير عند سيكشن مين؟ ال. ده قيمه الشير عند ال امتى؟ لما تكون الواحد طالع فين؟ تشرفها هنا. ما معنى ان الشير عند القيمه دي بتساوي بوينت 1 ماينس 1؟ ده قيمه الشير عند ال امتى؟ لما تكون الواحد طالع مشرفها هنا. اوكي؟ حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ طب بنفس الاسلوب لو عايز احسب تغير المومنت عند ان اعملها ازاي؟ نعمل ايه؟ هيبقى نفس الكلام اهو. لما الواحد طن ماشي من ايه جاي ان المومنت احسبه من الناحيه دي يطلع بكام؟ 4 واي بي. 4 واي بي بتلف ازاي؟ بتلف كده كده يعني دي اللي تحت يعني ايه يا باشمهندسين؟ المومنت هنا بيساوي بوزيتيف 4 واي بي. يبقى عندك المومنت عند ال بيساوي 4 واي بي. طيب لما الواحد طن ماشي من ال لغايه بي احسب انا المومنت من الناحيه دي يطلع بكام؟ ها؟ 4 واي ال تلف كده دي اللي السهم اللي تحت اسمها بوزيتيف ام ال بيساوي 4 واي اي. المعادلتين اللي طلعوا دول عايزين نرسمهم على الرسم. أكثر من تعال نبص مع بعض كده يا باشمهندسين نرسمهم ازاي؟ كل اللي هنعملها هنمسكهم نرسمهم. يلا. طيب المومنت عند ايه؟ تعال نرسمهم. الواحد طن ماشي من ايه لان؟ الواحد طن من ايه لان؟ الحته دي اهو. المومنت بيساوي كام؟ 4 4 واي بي. بمسك بحط القيمة فين؟ مكان الواحد طن. طيب الواحد طن ماشي من ان لغاية بي المهم بيساوي 4 واي بي. يعني في الحتة دي المفروض أحط كام؟ 4 المهم بيساوي 4 واي بي. هعمل إيه؟ همسك
عكس الدايجرام في الحته دي امسك الدايجرام بتاع واي بي اكسعه في كام؟ 4 في واي بي اهو. اهو. 0 في 4 0 نص في 4 بكام؟ ماشي الكلام كده؟ وهنا الدايجرام بتاع واي بي اكسعه في كام الاخر؟ 2 في 4 امسك الدايجرام نص 2 في 4 2 وهنا ايه معنى الكلام ده؟ المنحنى ده؟ ده منحنى ده او المنحنى ده الكيرف ده بيعبر عن تغير المومنت عند ايه؟ ما معنى ان القيمه دي بتساوي 1.5؟ المومنت دي المومنت عند ايه؟ امتى؟ لما واحد طن على كل واحد طن شرب في النقطه دي. الملخص ده كده كده المحاضره اللي فاتت كلها. ايه الملخص؟ ايه الملخص بتاعنا؟ الملخص بتاعنا عندنا دلوقتي حاجتين. عشان اعرف اجيب الانفلونس لاين بتاعت الرياكشن سهل جدا. حط الواحد طن عند السبورت اللي بتحسب له يطلع قيمه الرياكشن ده بكام؟ 1. امسك القيمه تحطها مكان السبورت. وبعدين حط الواحد طن عند اي سبورت تاني يطلع قيمه الرياكشن بكام؟ زيرو اصلا. صعبه دي؟ بعد كده عايز ارسم الشير الانفلونس لاين بتاع الشير والمومنت عند اي قطاع بين التو سبورتس اعمله ازاي؟ ها؟ هنقسم المساله الى جزئين يمين القطاع وشمال. سهل. الواحد طن ماشيه من الشمال احسب انت منين؟ من اليمين. الواحد طن ماشيه من اليمين احسب انت من فين؟ من الشمال. صعب الكلام ده؟ اوكي؟ صعب. طيب كام واحد لغايه دلوقتي تقريبا فاهم يعني؟ حلو قوي، انتوا ممتازين على فكره. طيب تعالى ناخد مساله بالارقام تانية كده. ايه هي؟ نفس شبه المساله بتاعت مركز. ما حدش يقعد يرسم، لازم تفهم الجزء الاولاني جدا عشان بعد كده تقول لي انا ضلم شويه يطلع
اوكي فالكانتليفر ما بيحصلش فيه كسرات، الانفلونس سايد بيكمل عدل. لما الواحد طالب عند الكانتليفر هنا الرش ده توقف النص فيطلع ماينس. طيب حد عنده احتراق لغايه دلوقتي؟ طيب سيكشن ام انفلونس لاين الشيل عند الام، ام اللي هو ده هنكتب على الرسم على طول. ده الواحد طالب ماشي خلي النقطه دي مثلا من اول الكاميرا، اول الكاميرا قالت ان الشيل بيساوي كام؟ نحسب منين؟ نحسب من انهي ناحيه؟ الشيل بكام يا حلوين؟ ماينس واي بي. يعني طول ما الواحد طالب ماشي من هنا لهنا الحته دي كده الشيل بيساوي كام؟ ماينس واي بي. والواحد طالب ماشي من الشيل ده حسبتها منين؟ من الشمال. الشمال بكام؟ قيمة الشيل واي اي. هنا الواحد طالب ماشي من هنا لهنا نحط مكان ما ماشي الواحد طالب الشيل بيساوي واي اي. حلو؟ طب ما تيجي نرسم. حلو، هدي هنا نفس الدايجرام بتاع واي بي ده بالساعه في كام؟ ثالث ثالث ناقص نص ثالث ده كام؟ زائد نص. حد عنده احتراق؟ طب وهنا واي ايه زي ما هو؟ فين واي ايه؟ متاكد يا رب ادي واي زي ما هو يا سلام. واحد حتى عنده اعتراض في الكلام ده؟ تشيل عند مين؟ ام. طيب المومنت عند ام حد يعرف يقول لنا؟ الواحد طالب ماشي من هنا لغايه هنا نحسب احنا من فين؟ بيساوي كام؟ ماينس موجب تمانية ايه؟ واي بي. يعني طول ما الواحد طالب ماشي من هنا المومنت بيساوي تمانية واي بي. طيب الواحد طالب ماشي من هنا لهنا نحسب احنا منين؟ من ناحيه كام المومنت؟ واي اف كام؟ صفر. يبقى صفر. حد معترض؟ اللي مش عاجبه يخبط نقطة. طيب نرسم الدايجرام بتاع واي بي نرزعه في كام يا باشمهندس؟ 8 او 2 سايد واي بي نص 8 بكام؟ 4 هو السالب يبقى هيبقى من السالب. وهنا بكام؟ ماشي الكلام؟ حد فاهم بجد اللي انا بقوله ده؟ هو طب عايزين نعمل نفس الاسلوب سيكشن مين؟ ام ام الشير عند ام انفو فايند الشير عند ان نعمله ازاي؟ الشير عند ان انا هتحله في اخر المحاضره فركز عشان هخليك ترسمه بايديك. اوكي؟ فالشير عند ان نعمل ايه؟ الواحد طالب ماشي من هنا لغايه هنا الشير بيساوي كام؟ ماينس واي بي. ادي هنا كده ماينس واي بي. طيب الواحد طالب ماشي من ان لغايه الاخر الشيل من الشمال يطلع بكام؟ واي اي. واي اي هنا واي اي. طيب دي مشكله، انا مش عارف قيمه الشيل هنا بكام؟ او هنا قيمه الواي اي برضه التشابه ايه يا باشمهندس؟ في المثلثات دي 2 ودي 8 هتطلع دي 0.75 وتطلع دي بكام؟ ربع. طيب ماينس واي بي اعمل ايه في الدايجرام بتاع واي بي هنا؟ اضربه في سالب يعني ايه؟ اعمل كده. وهنا امسك الدايجرام بتاع واي بي احطه زي ما هو. حد عنده اعتراض؟ طب المومنت عند ان هنعمل فيه ايه؟ نحسب الواحد طالب من هنا لهنا المومنت بكام؟ واي بي بكام؟ همسك 6 واي بي دي هتشوف مطرح ما الواحد طالب ماشي هنا لهنا لهنا 6 واي بي. طب والواحد طالب ماشي من هنا لهنا بكام؟ نحسب الحكايه دي كام؟ 2 واي اي. هنا لهنا 2 واي اي. يعني عايز انزل الدايجرام بتاع واي بي اجزعه في كام؟ 6 فين هو واي بي؟ واي بي اهو ناقص نص 6
طيب وهنا 2 واي ايه همسك التيار بتاع واي ارجع في 2 0 في 2 0 كل 7 5 في 2 بكام؟ 1 كام واحد مش فاهم؟ طب كويس في واحدة رفع ايدها عملت كده وبيخبطوا في بعض مصريين جدا. طيب فهمنا؟ على فكرة حكاية إن الواحد طالما ماشي من الشمال أبص من اليمين، واحد طالما ماشي من اليمين أبص من الشمال، دي تنفع فقط إمتى؟ لما يكون السيشن بتاعي بتوين إيه يا باشمهندس؟ تو سبورتس. لما يكون بقى السكشن على كانتيفر القصة مختلفة شوية. تعال نشوف بقى إيه القصة لما يكون السكشن على كانتيفر. ده جديد اللي على موجب لو طلع في عكس
طب على فكره انا كان ممكن اجي غلاسه او كود واي اي كده، واحد مش مركز او حط الواي اي كده، هو فرضه بالاتجاه ده يبقى الفرنسات بتاع واي اي شكله عامل ازاي؟ هيبقى ماينس واحد صح ولا عكس الفرض؟ بس طبعا ما هوش جبار يعني. اوكي؟ ان انا المهم بالذات المهم بالذات انا فرضه كده لما الواحد طلع من هنا المهم هيطلع باربعه كده، اربعه كده دي معناها هي مش مهندسين. ها؟ دي زي دي يبقى زائد كامل مش مهندسين اربعه. طيب نرسمها كده صح؟ صح كده ولا غلط؟ الموجب ولا بالسالب؟ زائد ولا بالسالب؟ اليمين ونازل موجب، ده زائد واحد، يبقى عايز نرسم الشين، الـ
الانفلونس تايم بتاع الشيء عن ال كل ما الواحد طالب مش من هنا لهنا لان هي الشيء بصفر لما الواحد طالب تيجي من هنا لهنا الشيء بكام؟ واحد حتى عنده مشكله صعبه واحد طيب المومنت ها الانفلونس تايم بتاع المومنت عايزين نرسمه يلا خلاص بدنا نخلص انكم طيب المومنت عن ان تمام الواحد طالع مش على المساله كلها الواحد طالع من هنا لهنا المومنت كام من الناحيه دي؟ زيرو طيب الواحد طالع ماشي هنا لما قريته ليه ايه ليه اسمه؟ عشان الواحد طالع مالها؟ متغيره المسافه بتاعتها طيب هنشوف بقى لما الواحد طلع عند ان الشخصية المومنت كام؟ زيرو شاطرين هنا صفر طب لما الواحد طلع يجيلها فين يا باشمهندس؟ اخر كانتيفر لما الواحد طلع دي في اخر كانتيفر كده المومنت كام؟ 3 3 بالماينس ليه بالماينس؟ عشان بين السهم من فوق او من الاخر كده ماينس 3 المومنت هنا ماشي الكلام كده؟ يعني المومنت بس عشان بس نلخص القصه الواحد طلع ماشي بعيد عن الكانتيفر المومنت بصفر الواحد طن ماشي ناحية الكنتيبة حط الواحد طن في آخر الكنتيبة هتطلع لك قيمة المومنت هي 150 المسافة على طول إلى مومنت المسافة كده الملخص بقى بتاع الدرس كله إحنا عندنا الإنفلونس تايم بتاعت الرياكشنز عرفنا نجيبها إزاي القطاعات الشير والمومنت بتوع القطاعات يتجابوا إزاي إمتى القطاع بتاعك هيبقى حاجة من اتنين يا إما سيكشن between two supports اثنين بين اثنين supports ده هنحله ازاي؟ الواحد طالما ماشي شمال نحسب من يمين، الواحد طالما ماشي يمين نحسب احنا من فين؟ من الشمال. يا اما السكشن فين؟ على كانتليفر، السكشن على كانتليفر بنحسب دايما من ناحيه ايه يا باشمهندس؟ من ناحيه الكانتليفر. حد فاهم حاجه؟ يعني لو جالنا سكشن تاني في المساله دي عن هنا سكشن بي عايزين نحسب له الانفلونس تايم، حد يعرف يقولها لنا؟ تعالوا نشوف مع بعض. سيكشن سي ده. انفلونس تايم للشير عند البي. بي ده من ابو كانتليفر ولا الواحد كاميرا؟ من ابو كانتليفر. طب الواحد طن ماشي من هنا لهنا من عند الكانتليفر الشير نحسبه من فين؟ من ناحية الكانتيفر، لكام الشير؟ نحسب الشمال، واحد موجب ولا واحد سالب؟ سالب واحد، طول ما الواحد طالع ماشي من هنا لهنا الشير بماينس واحد. طيب الواحد طالع ماشي من هنا لغاية الآخر الشير بكام يا باشمهندس؟ خلاص، انفلونس لاين للمومنت عند بي. انفلونس لاين للمومنت عند بي. الواحد طالما ماشي على ناحية الكانتيفر هنعمل ايه؟ هنحطه في اخر الكانتيفر لما الواحد طالما هنا المهم بكام؟ سالب 4 صح؟ 4 بالسالب ونحطه لما الواحد طالما تيجي فوق السكشن يبقى بكام المهم؟ زيرو طب لما الواحد طالما من هنا لغاية الاخر بكام المهم؟ صفر بس فالمومنت عندي ماشي الكلام كده؟ خلاص؟ مسألة كمان وبعديها بنحل. خلاص المفروض تتهمس. ولا تاخدوا بتتعرض على طول عشان احنا مسألة احلها على الموضوع الحتة الأول دي، بعد كده هديكوا تحلوا بإيديكوا عشان نعرف بتعرفوا تحلوا ولا لا. طيب عايزين نرسم الانفلونس لاين دايجرام بتاعت الرياكشن والمومنت والشير عند السكشنين اللي هو قايل عليهم، محدش يقعد يكتب، انتوا بتقعدوا تكتبوا ليه؟ ما انت بتقول لي مشوش لان انا على الورق ده كله قعدت اكتب فيه 15 سنه. فانت بتكتبه في دقيقتين ومش لاحق اللي انا بقوله. قاعد تركز معايا؟ طيب تاخد الورق ده هتلاقي اللي بقوله هنا يعني بص انا بقعد اكتب بالعربي. عندما يكون الواحد طالب فوق الصفحه اللي اقعد اقول والله اللي اقوله انا بكتبه في الورق. انت مش لازم تكتب. اوكي؟ يلا انت عايز توفر ثمن التصوير. مالهاش حل تاني. طيب
تاني لاخر مره عشان بعد كده هنخش مطبات بس المره الجايه. واي اعمل ايه؟ حط الواحد طن عندي ايه؟ اهو يبقى الواي بكام؟ امسك الواحد احط مكان الواي اهو. حط الواحد طن عند بي يطلع واي بكام؟ صفر احط مكان الواحد طن اهو. حلو؟ وصل؟ وندي كام فيبر وندي كام فيبر. اوكي؟ ده على الفرض بوستيف وده عكس الفرض نيجاتيف. هحتاج دايما في الاكشن اجيب القيم اللي في الاول وفي الاخر. بالنسبه للتناسب ده 8 وده 2، يبقى 2 دي ربع 8 يبقى دي ربع. دي 8 وده 4 وده 4 دي قد ايه 8؟ يبقى دي كام؟ 1 ونص. صح؟ واي بي انترون ساين واي بي عشان كده احط الواحد طن عند البي. حط الواحد طن هنا الواي بي كام؟ امسك الواي بي واحد احطه مكان الواحد طن اهو. حط الواحد طن هنا الواي بي كام؟ امسك الصفر احطه مكان الواحد طن اهو. وصل ده بده دي بواحد وربع ودي بكام؟ نص بالثاني. مجموعهم الاثنين لازم يطلع بكام؟ خلاص كده الرسم ده صح. طيب تعال نشوف سيكشن ان. سيكشن ان ده البحر الكاميرا ولا على الكيبر؟ ده البحر. اوكي؟ بيتحسب ازاي؟ واحد طن شمال احسب ايه؟ واحد طن يمين احسب ايه؟ تعال نعمل الكلام ده. الواحد طن من الاول لغايه ان نحسب احنا فين؟ الشيل من الناحيه دي بكام؟ تعرف ترسم؟ اه نعرف طبعا. اسهل حاجه ارسم. ماينس واي بي امسك الدياجرام بتاع واي بي في الحته دي ارزعه في ناقص هو بنص بال وهنا صح كده؟ طب وهنا احط واي زي ما هو اخد ده زي ما هو دي مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب عايزين نرسم مين؟ المومنت بس ده كده المومنت عند ان حد يقول لنا زيرو لا مفيش صفار ان ده بحر الكاميرا الواحد طالع من هنا لغايه هنا المومنت بكام؟ واي بكام؟ 8 بالموجب ليه بالموجب ليه بالسبب ليه يعني من هنا لهنا 8 واي بي. فالواحد طالع من ان لغايه الاخر احسب انا من الناحيه دي كام المهم؟ واي اف صفر يعني كام؟ صفر. طيب هنا الدايجرام بتاع واي بي ارزعه بكام؟ 8 2 واي انا هو واي بي 8 ها صفر ناقص 8 ناقص 4 وهنا بكام؟ حد فاهم حاجه؟ مش مهم. واي سيكشن بقى ام ها سيكشن ام ده على كانتيبر ولا بحر الكاميرا؟ كانتيبر. بنحسب ازاي كانتيبر اللطيف ده؟ بنحسبه دايما من ناحيه مين؟ الكانتيبر صح ولا لا؟ بنحسبه دايما من ناحيه الكانتيبر ها الواحد طالع ماشي من هنا لغايه هنا الشير بكام؟ وانا مالي واحد طالع مش راحتها من ناحيه كام؟ طيب الواحد طن ماشي من ناحيه الكتيبه اهي يبقى الواحد طن بكام مش الشيب كام يمين ونام حد عنده افكار طيب المومنت عند ان ها الواحد طن ماشي من هنا لغايه هنا المومنت بكام مفيش هنا حاجه الواحد طن من هنا لغايه هنا المومنت ناحيه الكتيبه بكام طب الواحد طالع تيجي عند الكنتيبه احطها في اخر الكنتيبه بتاع بكام المهم؟ ماينس 2 هنا ماينس 2 طيب لما الواحد
متاكد ان انا فهمته. هتحل مساله من غير كالكوليتر. اوكي؟ ولو عايز تنسب الانفلونس لاين للنورمال عن